ازاي اعمل كومبينيشن؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ازاي اعمل كومبينيشن؟ ما هو الشغل على العيان تبريدنا. خلاص تبريدنا. بالجوبا كمان بلاستور، الناس اللي اخذت بلاستور في التوقيت. ازاي اعمل كومبينيشن؟ ينفع يتجاوب ويختار عشوائي؟ تاني فرصة. يعني بالاخيره دي فكره ايه؟
واجد معاك اكتر فايه خدت لك طاقه خلاص المينتنس بقى دي الحمد يعني اللهم لك الحمد لقينا حاجه في الميل دي كومن في الميل على الايه على في الميل معلش حاجه من نفسنا احنا مره اول مره والميل تاني اول مره والميل في الميل في الميل في الميل صح في حاجه فيها كومن في الميل على الايه على الميل خلاص ودايما في انهي ايدي اللي كانت رمى اللي هو ايه بين بين سن الشباب بين 50 و 24 الناس اللي مسافره بتلعب رياضه بتجري معاها بتتخانق بتبطل كل ده اللي بيتعرض لايه؟ تجربات الهيلث انجن بتزعل تحط مرمره في الحيط زي الايفون ممكن بقى. طيب السنتر بقى واحد لا قدر الله حصل له بولينج او حصل له خد رصاصه او ركب ولا حصل حصل له ايه؟ تجربات الهيلث انجن خلاص؟ ممكن يبقى عنده 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 ممكن
طبيعيه اوكي. الابيليتي الابورد كونسنتريشن مش مركز ده ده ايه ان انا مين شويه يعرفك انت مين شويه ما يعرفكش يكون في وجه الامنيزيا كل ده ايه حاجات طبيعيه بتبقى موجوده مع الهيك في مشكله؟ طيب ايه كلاسيفيكيشن عندنا دي عارف هو اوبن انجري وحاجه اسمها كلوز ده كلوز انجري. اوبن انجري دايما تبقى مع لو في حاجه عملت بنتريشن لو حاجه عملت بنتريشن وعملت وومت خلاص دي بنسميها ايه اوبن انجري. وتقدر بقى مثلا دي سكينه او مطاصه او حديده مثلا ده حاجه عملت بنتريشن البرين وعملت انجري فيها بس ايه معاها ايه دكاتره معاها وومت خلاص دي بنسميها اوبن انجري. كلوز انجري اللي هو ايه العيان انخبط وحصل مشاكل عنده كل الشفت سيبته من الأمناء دي كلها موجودة بس الاسكال ايه؟ انتكت خلاص الاسكال نفسها مفيهاش فراكشر المشكلة كلها ايه؟ جوه خلاص؟ دي تقسيمة تانية نقسمها خدوها الحاجات دي كونكشن كونفيوجن الكلام ده طيب لو تقسيمة تانية دي حاجة اسمها كونكشن وحاجة اسمها ايه؟ كونفيوجن خلاص؟ دول الكونكشن الأول دي لو حصل هي تروما بس ايه مايلد خبطه خفيفه كده خلاص وقعت انت واتزحلقت على دماغك كده هيحصل لك ايه؟ كونكشن. طيب اول حاجه دي مايلد روماتيك هيد انجري خلاص يحصل ممكن يحصل افكشن او في الميموري او في الكونشنس بس بيبقى ايه تمبرري يعني فتره مؤقته كده وبعد شويه يبدا يفوق خلاص فبيبقى فيه مومنتري لوس اوف ايه؟ اوف كونشنس خلاص وزود ايه؟ فيجوال ستراكشرال دامج اوف ذا برين يعني بص تلاقيه بس بيغيب عن الوعي كده وشويه تلاقيه يبدا يرجع تاني لكن الدنيا مفيش باراليسيس مفيش فوميتنج مفيش اي حاجه تديكيت ان في ايه ان في دامج للبرين خلاص تمام ده ايه الكونكشن. طيب الكونتيوجن او خلينا نكمل في الكونكشن والعيان ده عنده ايه تمبوريلي افكشن في كونشنس معايا كمان ديزنس ده ايه ديس اورينتيشن ممكن برضه نسمع عليها بس مضلله عنده مشكله في الكونسنتريشن تمام ممكن عنده مشكله في الايه عنده هيدنج عنده مشكله الحاجات الطبيعيه اللي هي خبطه مدلوخ بقى صاحب البار بالعربي كده. طيب اما الكونفيوجن لا الكونفيوجن ده هنا خبطه اصعب شويه خلاص عملت ايه افكشن في البلط جدا عملت له هيموريج عملت هنا ايه هيموريج خلاص يبقى معنى كده الكونفيوجن ان في هيموريج نتيجه ليجن او تروما للسمول ايه بلط فيجن خلاص. طيب الكونتيوجن ده ممكن يحصل يعني انا خبطت كده ممكن يحصل على الناحيه دي ممكن يحصل على الناحيه الثانيه خلاص يعني ممكن الخبطه تبقى جد هنا بس نتيجه الارتجاج اللي هو ارتجاج في المخ تلاقي الايه الهيموريج على الناحيه الثانيه خلاص. لو الهيموريج على السايد نفسه بتاع التروما ده سميناها ايه دكاتره كوك فيجن. لو على الناحيه الثانيه سميناها ايه ممكن كوك فيجن. ده كده ايه الفرق بين الكونتيوجن والايه والكونكشن خلاص. طيب في حاجه ثانيه اسمها هيماتوما. هيماتوما دي برضو طيب اللي فيه بليدنج خلاص او في هيموريج بس مين اكتر الهيماتوما ولا الكونتيوجن؟ الهيماتوما مور ايه اكستنسيف مور اكستنسيف وطبعا قدرتها تختلف اكوردنج للسايد بتاعها هي فين بالظبط تمام. عارفين اللي هي الدورين عارفين الديورا مطر وايه تاني؟ الدورين هو ده مطر خلاص. فممكن لو بين الديورا وبين الستار بنسميها ايه بالديورا هيماتوما لو بين الديورا والاركنويد بنسميها صاص اركنويد والبوليد دايما هي البوست كومانس خلاص اصابه اركنويد ايه هيماتوما. فالايه بالديورا هيماتوما دي بتبقى بين الديورا وبين ايه دكاتره وبين الستار. برضو العيان ده بيحصل له نوتو كونشسنس خلاص بيبقى دايما ايه قلق بعد شويه بقى قلق خلاص. الصاب ديورا هيماتوما دي دايما هي اللي بتبقى غلسه شويه او من الحاجات اللي هي ايه بتبقى مشكله او فيها نسبه خطوره يعني دي بين الديورا وبين الايه؟ الاركنويد خلاص؟ طيب العيال بيبقى عنده ايه؟ لاك كونشسنس ويحصل له دوبل ايه؟ دايلتيشن يعني دي من ضمن الحاجات اللوجيست يعني يبصوا على الدوبل لو لقوا فيها دايلتيشن كده يجيبوا منه ايه؟ لما قالوا مرتب بس كده يشوفوا هل في سب ديورا ايه؟ هيماتوما ولا مفيش. واحيانا اللي يحصل معاها البراسيس على طول هتلاقي بقى بتظهر على العيال اللي ايه البراسيس خلاص. طيب ده كده الصاب ديورا الهيماتوما اهي وهنا الايبي ديورا
البرين انجري دي اللي هي البرين انجري بس نتيجه ايه؟ مش نتيجه تروما يعني تروما غير مقصود يعني حاجه بتحصل مثلا في البيرس مثلا خلاص؟ دي الاكواير البرين انجري دي بتحصل دايما مع الاطفال ليها اشهر حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل سي بي خلاص؟ بتبقى دايما تروما غير مقصوده تروما غير مقصوده اسمعني يعني مثلا الدكتور وهو بيقول لحد مثلا خلاص؟ فبين الفورسيبس والفاكيا يضطر مثلا في ديلي او في مشكله او السلايد بتاع البيبي او البرزنتيشن بتاعه او نورمال يبدا يستخدم اي حاجه من الحاجات دي فاكيا او فورسيبس تعمل كومبريشن على الهيد بتدخله في حاجه اسمها اكواير بالدين دبليت خلاص دي حاجه تبقى تروما غير مقصوده اوكي؟ طيب في حاجه ثانيه اسمها روك دي اي سندروم يعني ايه روك دي اي سندروم؟ يحصل تروما للبريد خلاص؟ العيان ده في عنده باراليسيس كومبليت باراليسيس لا جسمه كله حصل له باراليسيس ما عدا الاي الوحيده اللي هي سليمه في الاي كل حاجه حتى الرباط الوسط تبقى فيها افكشن خلاص فدي سندروم لوحده خاص بيه كده اسمه ايه لوك دي سندروم ان العيان ده بيبقى عنده باراليسيس في كل حاجه حتى الرباط الوسط تلاقيها متلافعه العيان ده بيبقى في اي سي يو الطبقه الوحيده اللي شغاله معاه الاي ايه الاي نوت ده اسمه ايه لوك دي سندروم تمام طيب في حاجه بقى بنسميها سكندري بروبلم بعد ما حصل ايه تروما اكيد بيحصل بعد كده ايه سكندري تروما بروبلم زي ايه؟ هيزيد طبعا الانتركرينيال بريشر خلاص الوزك انجري بعد كده الوزك انجري نسبه الاكسجين طبعا ايه؟ بتقل بيحصل ديبريديشن الاكسجين في الفيشن يعني ممكن البيشن يحصل له مشاكل من السكندري بروبلم مش من البرايمري بروبلم معايا؟ يعني ممكن حصل له تروما والحمد لله مفيش هيموري مفيش هيماتوما بس حصل الوزك انجري نقل الاكسجين نسبته قلت يبدا يدخل في مشاكل خلاص فممكن العيان ده يحصل له كومبليكيشن نتيجه الايه؟ السكندري بروبلم اللي تبقى موجوده ممكن يحصل انفكشن يعني العيان ده حصل له بنتريشن خلاص وفي اوبن وومد ممكن تبقى الدنيا معاه لحد ما كويسه بس بعد فتره يدخل اللي هي يحصل له انفكشن الوومد ده يبدا يدخل في مشاكل اكبر اوكي ممكن يبقى يحصل له ريفز يدخل في تشنجات ودي بتبقى كومن بنشوفها مع ناس كتير جدا بعد ما فكت هي بدأ يدخل في ايه؟ طيب ايه السيفيرتي بقى ازاي احدد العيان ده في انهي درجه مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ اكوردنج لثلاث حاجات اول حاجه لو قلناها قبل كده الناس تكون ماسكين ثاني حاجه نتيجه الايه عن طريق البوست اوتوماتيك امينيزيا ثالث حاجه عن طريق اللوس اوف كونشسنس خلاص؟ ابص على الثلاث حاجات واحدد العيان ده انهي درجه فيهم وبناء عليها اقول العيان ده مايلد ولا مدرك ولا سبيل يعني ايه؟ يعني العيال ده اقول عليه ده مايل سوماتيك انجري حالته كويسه لو انا عملت الجاست كومنت كده لقيت السكور بتاعه اللي هو النورمال كام؟ 15 13 او 14 او 15 13 او 15 تمام جيت عملت حاجه اسمها بوست سوماتيك امنيزيا جيت اساله فاكرين الامنيزيا؟ فاكرين ال انتروفيل وانتروفيل ابدا اساله حاجات قديمه وشورت ميموري لقيته ايه؟ لقيته حصل له ممكن امنيزيا بعد خط على طول بس خدت اقل من 24 ساعه ما كملتش معاه يوم خلاص ده اقول عليه برضه ايه يا دكاتره؟ مايل او حصل له نص كونشسنس برضه بعد التروما على طول بس ما استمرتش معاه غير حوالي ايه؟ نص ساعه يبقى في الحاله دي العيان ده يتقال عليه ايه يا دكاتره؟ مايل امتى مدرت؟ لو كان السكور بتاع الجاست كوماسكيل 9 على 12 اقل من 13 ولو الامانيز معاه استمر خدت لحد اسبوع من واحد لحد سبع ايام ولو النص كونشس استمر مع نص ساعه لحد يوم 24 ساعه خلاص؟ السيفير طبعا اللي هو دايما ايه؟ بياخد ثلاثه اربعه الحاجات اللي هي بتاعت ايه؟ المسكين ويبقى الامانيز اللي بتطول معاه يعني اكثر من اسبوع 10 ايام شهر او اكثر خلاص؟ وحصل له فوكسيس مثلا قعد في الاي سي يو مثلا يومين او ثلاثه او ايه غايب عن الوعي خلاص يبقى بتبدا تسال على النص كونشسنس والامنيزيا والايه وتاخد السكور بتاع الكاس كوماسكين وبناء على دول بتحدد العيان ده هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير طيب ازاي اعمل بريفكشن للتروماتيك انجري يعني الاهم من العلاج الوقايه من العلاج خلاص ان انا دايما اعمل بريفكشن ازاي بتحسن الطرق خلاص بتوسع الشوارع بتخلي الناس اللي هي مثلا بتستخدم نعمل كباري تمام او ايه لو ساعات مثلا اللي هي بتلعب سبورت او بتلعب تستخدم اي حاجه تعمل بروتكشن الايه؟
في البيت نفسه اعمل ايه تغيير في الناتج معايا، يبقى في حاجه كده هاند ريدي يمسكها، يبقى في لايت كويس اضاءه كويسه عشان ماشي لو عندي حد هو بيش وزنك او ضيقتك او الكلام ده. تمام، بتروح عليه من الاضاءه تبقى كويسه عشان هو ماشي ما يتعملش حاجه، الحاجات اللي فوق في الارض ما تبقاش متلكعه وما تتلكش عشان برضه ما يقعش، نوع الصواريخ نفسه ما يبقاش لدرجه ان هي بتزحلق جامد. خلاص بنستخدم الحاجات دي كلها عشان افويد الفولي، وبالتالي الطريقه المباشره ايه؟ عملت انفنشن للهيت ايه؟ للهيت انجن. خلاص؟ طيب بعد كده اقول ايه؟ والسيفتي ايدوكيشن، يعني دايما ندي تعليمات للناس، تعليمات السواقه، نمشي ازاي، ما نشتغلش بسرعه، دي انا ده مهم. طيب الفيرست ايد اول حاجه لا قدر الله ماشي العربية وتلاقيت ايه جنبك حاسة او ناس وحد اقرب منك على مثلا لو عارفه الدكتور او نزلت بنفسك يعني متبرع كده وايه متوسط. اول حاجة بنبص عليها الايه الاير واي، خلاص نبص على ايه الاير واي، ابدا اشوف البريزنج هل هو بيتنفس ولا لا، خلاص اعرف ان بيتنفس ولا ازاي. بحط الصابع هنا او بص على ايه تمام. طب السيركوليشن هبص عليها ازاي؟ البنس تمام؟ طيب والحديث طبعا الهارت ريت زي ما قلنا خلاص الحاجات دي طبعا سهله يعني تروح مش اي مشكله، ولو في بليدنج احاول اعمل ستوب للايه؟ البليدنج ابسط حاجه ان انا اعمل ايه؟ على الفين على الفين على الفين اللي فيه خلاص؟ يبقى اول حاجه ابدا ابص على البليدنج على السيركوليشن، ولو في بليدنج احاول اوقفه، فدي يعتبر اول حاجه في الايه؟ في اول حاجه في نفس الايه؟ خلاص؟ طب لو عايز اعمل سكال فراكشر، في فراكشر لقيت السكال مكسوره ما تدي او في اوبس ما تحاولش تعمل عليها اي بريشر، لان ممكن تزود الايه؟ الفراكشر اكتر ويدخل يعمل دامج للايه؟ للتيشر اكتر. فانت بتحاول ايه دايما؟ ما تعملش ايه اي ابلكيشن للبريشر، خلاص؟ ممكن اللي تقدر تعمله لو في يعني تعمل ديفلوبمنت يعني تتنطط معايا، لو في حاجات صغيره عظم صغير في البوك دي بتحاول تطلعها او كانك بتحاول تنظف الجرح بس بشكل سطحي جدا، بشكل ايه؟ بشكل سطحي جدا. الاثنين اللي ورا يبقى فولي كده، ايوه النضاره انت بتعمل ايه؟ الدكتور دكتور هو دي برضه حاجة خطيرة. أو الموديل مستشفى
المستشفى وعملت مستشفى خلاص لقيت فيها هبل شعور ثلاثة هو ايه ما ينفعش اروح على البيت الحالة دي لازم يحصل له ايه ادمشن خلاص دكتورة بقى جدا اه سيفير امنيزيا هو ازاي جاله 15 هو كان كونشس ليفل ايوه النور 15 حتى لو كان 13 12 تمام الطبيعي من 13 طبيعي من 13 ل 15 هو ده وده كويس لقيته مثلا 11 12 خلاص انت بس تكون بسكيل بتاعك فوق مثلا او معاك لو على الموبايل وتفضل يعني فاهمني؟ فلقيت عنده 11 12 كده تصحى من ده يحصل له ادمشن خلاص؟ طيب لو العيان ده عنده سكيل ابليسيا برضه مش فاكر حاجه ولا هو مين ولا كان رايح فين ولا اسمه ايه؟ طيب وعنده هيدك دي الحاجات المايكرو هيد انجري لو العيان ده عنده مايكرو هيد انجري تبدا تدي له ايه ادفايسز ايه الادفايسز لو واحد مثلا خلاص مش محتاج ادمشن وخلاص اكوردنج شفتوا الكونسلتيشن اللي عملناه قلنا ده مايلد او مايلد هيروح بيته لو مش محتاج ادمشن خلاص تبدا تقول اول حاجه ان هو ما يبقاش لوحده في البيت يعني لازم يكون حد معاه عشان لو حصل تطورات في الحاله خاصه اول 24 ساعه فاول حاجه ما ينفعش بس هو لو واحد عايش لوحده لا تحاول مثلا تروح او حد يكون معاك من اصحابك وتقدر يعني خلاص طيب ايه كمان تاني ان يبقى في ريسك يعني ما ينفعش مثلا لو عنده شغل بالليل ومخطوط خطه محترمه الظهر ما تروح ليه نفس الشغل بالليل لا طبعا لازم يكون في ايه ادي تايب اوف ريسك على الاقل مثلا اول 24 ساعه لو هو بيشرب مخدرات او مدخن اليوم ده يتوب الى الله ويرجع لربنا كده خلاص ما ياخدش برضه حاجات من هنا برضه اليوم ده يحاول ينام طبيعي بشكل طبيعي عشان يشوف الدنيا لو حصل طورات ما بقاش ممكن تعيش حبوب ايه؟ تنيم خلاص؟ وتبدا يعني تدي له ابسط حاجه لو حصل سخونه صداع تاخد الحاجات اللي هي خفيفه الباراسيتامول عشان الحاجات دي سيف يعني ما فيهاش اي مشاكل اوكي؟ طيب برضه لو هو العيال ده رياضي او كده بنصحه الفتره اللي جايه دي يعني فتره كده ما يقعدش يلعب ايه؟ اي نوع من انواع الرياضه ياخد اجازه من الشغل ياخد اجازه من الجامعه انت عايز ياخد اجازه من الجامعه مسموح حد يعمل له مجموعه الكتروما هديله اجازه او ما يفوقش لو هو خلاص ما يفوقش في العربيه ده اي حد معانا اوكي ده النصائح اللي تديها لحد لو عنده ماينور تروما خلاص طيب لو اطفال لو طفل هو اللي اتخبط وعنده برضه ماينور تروما او ماينور هيدن تبدا تديله الحاجات اللي هي ايه؟ نان استرويد انتي انفلامتوري دراجز زي برضه ايه؟ الاسبرين والباراسيتامول خلاص ما تدوش اي حاجه ما تخليش في اي حاجه حواليه تخليه يتغير معايا؟ يعني ما حدش يزعق كتير ما فيش بقى في حاجه الوان شديده تلفزيون صوته عالي لا اي حاجه تخلي الطفل ده يزايدر تبقى ممنوعه على الاقل اول ايه؟ اول 24 ساعه خلاص؟ طبعا يفضل ممنوع الزوار يعني ماشي البلد كده زي ما انتوا عارفين اللي بيحصل عندنا خلاص؟ طيب بعد كده برضه لو الطفل ده بيلعب كوره او سباحه او كده برضه ياخد فتره ما ينزلش يلعب فيها او يتدرب فيها بفتره طويله اوكي؟ وافويد كف يعني دايما ايه الطفل ده حتى لو ماله تروما احاول دايما يبقى فيه كف او يبقى فيه كف يتعالج بسرعه عشان ما يعملش ايه؟ يهمرج او مشاكل خلاص؟ طبعا لو السيمتوم دي زياده كده ايه احنا بنحط قصه الادمشن او قصه تطورات يعني خلاص؟ طيب ايه الايفالويشن؟ الايفالويشن زي ما قلنا اول حاجه ايه؟ الاي بي سي الاي وين زي ما قلنا خلاص؟ والبريزنج اشوف معدل البريزنج اوكي؟ والبكت بتاعه قلنا الاساس والكلام ده كله زي ما احنا عارفين وبص على السيركيليشن البص والبلد خلاص فدي الاي بي سي طيب ابدا اشوف بعد كده الجلاس كوما سكيل ابدا اعمل الجلاس كوما وطبعا زي اللي قلناها قبل كده صح؟ تمام ده شكل السكيل خلاص ابدا بعد كده ايه ابدا اعمل مجموعه الاكزامينشن خلاص اللي هي المنتاليتي والسبيتش والكلام ده دي كلها سواء الاسنشال او النون ايه او النون اسنشال ابدا ابص لو في اي حاجه بتبين ان في ايه فراكشر في الصلبيه خلاص ابدا اشوف لو في بوتيتس مستمره او ليكنز في السي اس اف او بليدنج من الايه خلاص ده شكل العيان اللي يبقى عنده ايه فراكشر في الصلبيه او الاثنين سي اس اف وفريدن وتلاقي ايه خلاص وتلاقي عنده حاجه مهمه جدا حاجه اسمها ستيف نيك تلاقي لا تخش وقتها خلاص الناس اللي
بعدها صيد المجال الاجتماعي ستيف نايت. خلاص؟ طيب نبدا نعمل طبعا زي ما قلنا كل اكزامينشن اكزامينشن واكزامينشن. اوكي؟ طيب الانترفينشن اكوردنج للبروبلم بتاعت العيال. ايه هي البروبلم اللي بتبقى كوميدي مع عيانين الاوتوماتيك انجري؟ ديكريس في ليفل كونشسنس مع جمله الامبيرمنت. خلاص؟ يعني ممكن في الامبيرمنت يا اما مشكله في الاتنشن يا اما في الميموري يا اما في الاورينتيشن. فكده الاورينتيشن تايم وبليس وبيرسون ده بيبقى عنده فيها مشكله. او الميموري خلاص بتلاقي عنده ديفوريت امنيسيا او شورت كده اللي هو النص وتقدر يعني. خلاص؟ او يبقى عنده مشكله في الاتنشن. طيب ممكن يبقى عنده بوتو ديسوردر زي ما قلنا دخل في فرانسيس مونوبيجيا ايميجيا وادري وتقدر حسب الصايد اتاكسيا معايا؟ طيب ممكن يبقى داخل سنسور بروبلم ماسك ايده تعمل له سنسور ديشن مفيش. اوكي كومبليكيشن دي بس تبقى عارف تكلمك توصل معاك افيزيك مثلا. اوكي بيهيفير تشينجز البوك ده تضيعين نضحك يعيط. طيب ممكن يبقى عنده ايه اسوشيت ايه بروبلم زي الاسيليشن وممكن مع البريك وتلاقي معاه كمان ايه سبايدر كول. خلاص طيب اول حاجه في الاكوت ستيج هي الرول بتاعنا مع العيان ده في الاكوت ستيج. طبعا اول حاجه ان انا اشتغل على تو سيف البيشنت لايف معايا البيلينج اكسرسايز والبريتوري والسكيل اللي احنا قلنا عليها في الاكوت ستيج مع الاكوت ستيج. خلاص بعد كده ابدا اشتغل على اروزا ليفل مهم جدا احسن الليفل ايه اوف اروزا ازاي بقى؟ هنقولها ازاي؟ ابدا السكندري امبيرمنت احسن الفانكشن. خلاص اعمل حاجه اسمها فاميلي اديوكيشن ابدا النصايح نركز اللي معاه كل الحاجات دي مهمه جدا نعملها. طب الليفل ازاي الليفل اعمل عن طريق ايه؟ اول حاجه الكوتش خلاص بحط العيان ده في الكوتشن كويس اكوردنج للعيان ده هو هيمي بيجيوم ولا كوادري معايا ولا مونو بيجيوم اكوردنج للكوتشن بتاعه. دايما الكوبرتا كوتشن زي ما قلنا دايما سوايد وسايد. خلاص افويد دايما الايه؟ البروك افويد البروك. طبعا التاو والكلام ده احنا بنقول كل ده قلناه في البوزيشن بتاع اليو دي جي صح؟ وخدناه في التطبيق هو هو. دي اشكال السايد لاين اهو. طيب ريفلكس الهيفي مثلا لو العيان ده فيه سايد كوستيستي او فيه اول بوك اللي هو مانفستيشن او فيه ريمبر في الاكليجا ابدا احطه هو في البلاي بارك في الايه؟ في الريفلكس الهيفي مثلا. خلاص؟ طيب ابدا اعمل كل حاجه يحسن السنسور ايه؟ اويرنس ازاي عن طريق البريشر اللي انا مشي حاجه على جلده معايا البسه يعني هو الطاتش الحاجات اللي قلنا عليها برضه نوع انواع الفيتيشن عايز احسن السنسوري اويرنس حتى برضه اديك سنسيشن ابدا اعمل احط ويت بيرك اعمل بريشر معايا عشان احسن الايه الاويرنس. بعمل حاجه اسمها اولفاكتوري ستيميليشن يعني ايه اولفاكتوري ستيميليشن؟ ابدا اديك حاجات ليها روايح نفسها زي القهوه زي Thank you.
سواء أمر أو أمر لهم أحسن الأول تسعة فريق اللي هو بين المضيشن اللي هو الشفتة خلاص لو رسميشن الفونكشن اللي هو تاني اللي هو عملية ترانسفير الكتير لو على حسب العيان ده لو عيان بالردن أبدأ عمل كتير رسفير أكيد بتاع المضيشن السايدايم والبون والكوادي والكوادريبيت ونيلين كل ده لو العيان ده على الويلشير أبدأ عمل ترانسفير من البيت للويلشير والشير والعكس خلاص كل الترانسفير أكيد تبدأ تعلمونه
كده كلها في مين؟ في الصوت بيقول ان طوله صبع كمعين. خلاص اخطاهم مين؟ الصوت على كمعين يخرج. طيب ايه هي الفاكتور اللي اخدت الريبورت انا بقول عن العيان ده؟ ده ان شاء الله هياخد اسبوعين، هياخد ثلاثه، هياخد شهر. في فاكتور طبعا هنخلي الموضوع ده فعلا كده ولا لا؟ ايه الفاكتور؟ اول حاجه نسبه الدمج اللي حصلت، اكون الدمج عند مايلد ولا مودريت ولا سيفير، ابدا اتوقع على البروجنوزز. اكوردنج لايه؟ في سكند كوميونيكيشن ولا مفيش؟ خلاص؟ هل في كوميونيكيشن ديبسيت ولا مفيش؟ اوكي يا كادره؟ هل العيال ده اصلا في حاجه اسمها سوستس ابيوز هو مدمن ولا مش مدمن؟ برضه ده بيفرق معايا. اكوردنج لايه؟ هل في بسلات تشينج ولا مفيش؟ كل ده في سيكولوجيكال سبورت او ريلاتيف سبورت ولا مفيش؟ كل ده بيفرق معايا في الايه؟ في البروجنوزز. خلاص؟